تفلتر المرشحين والذين يصوت لهم والذين ينتخبون، تفلترهم قبل أن يدخلوا إلى المطبخ السياسي، فتضع الفيتو على هذا وذاك، مثل الفيتو الروسي والفيتو الأمريكي في مجلس الأمن. هذا لا يبقى في إيران طيب. ديمقراطية. أنت تقول لي ديمقراطية في إيران شيء خاطئ، شيء خاطئ على كل المستويات الداخلية. الآن أنا لا أتكلم، نحن نريد لإيران استقرار، والاستقرار لا يقوم، الهرم لا يقف على رأسه، الهرم يقف على قاعدته. نريد لإيران استقرار، نريد حياة عادلة، نريد الاهتمام بالأولويات. هذه الجماهير، شوف أخي توفيق، خلينا نتكلم أنت قلت بأن في إيران ثلث سكان الشعب الإيراني هو تحت خط الفقر. الكل يقول، ربما الكثير يقول لك الأستاذ زهير، أن الوضع الاقتصادي في إيران هو بسبب العقوبات المفروضة على إيران من قبل الولايات المتحدة الأمريكية والهيئة المتحدة وما إلى ذلك. اسمح لي، وبالتالي هي نتيجة. لكن هذا الوضع هو نفسه موجود في كثير من الدول العربية، لكن ما عندها، ما عليها عقوبات. إيران هي أفضل في هذه الحالة. جميل. الآن أنا لست من حاز أن أقول العقوبات، العقوبات هي نتيجة أيضا لسلوك. قد تكون إيران أو بعض الإيرانيين مظلومين بهذه العقوبات. أنا لست من حاز لأصحاب العقوبات، ولكن منحاز للشعب الإيراني، منحاز إلى أن هذه الشعوب يكون لها قرار في قضاياها المصيرية الأولية، تكون لها حقوق واضحة في ما يسمى أمرين: سهم في السلطة في القرار، وسهم في الثروة أيضا. يعني عندما يتقدم إنسان على إنسان آخر صاحب حق لأنه من جماعة الولي الفقيه، أو لأنه من القومية الفلانية، أو لأنه من المذهب الفلاني، حتى الآن أهل السنة والجماعة ليس لهم مسجد واحد في طهران. نفرض أنا الآن كنت في زيارة إلى طهران وأردت أن أصلي، سأصلي على مذهبي، لكن لا يسمح هذا. أليس هذا من الذي يدخل الخلل على المعادلة اللي بتقول لي ديمقراطية؟ أنا سمعت بعض الإيرانيين نفون ذلك. لا، هذه يعني هذه حقيقة، هذا كلام سمعته كثير، هذه حقيقة متواترة مشهورة. أحد السفراء العرب، أظن سفير سعودية أو غيرها، ساوى كراج تحت بيته كمصلى لكي يصلوا الجمعة. هذا سمعته أيضا. هذا ثابت، وهم يقولون أنه كل هذه الحسينيات مساجد. هم عندما يجيبون، أنا ما سمعتهم يقولون موجود. هذا قول المتبجح. هذه قضية جزئية جدا. المظاهرات اليوم، نعم، يقولون بأنها مطلبية. الشعارات التي رفعت في هذه المظاهرات تطالب بحقوق اقتصادية وليست سياسية بالأساس. هكذا انطلقت. هل انطلقت الثورة السورية إلى مطلبية؟ سوريا بدأت بالحرية، مطالبة بالحرية، مطلب الحرية، ليس مطلب. ألا يريدون الأزادي هذه الحرية التي يحبونها ويعشقونها؟ لماذا لا؟ في شعب ما بحب الحرية، في شعب لا يريد الكرامة. الثورات في الربيع العربي انطلقت مطلبية، وإنما الطغاة والمستبدين حولوها إلى نوع من الإرهاب والتطرف والانقلاب على الدولة والتدمير والذهاب. هذه كلها جزء من اللعبة، وأعانهم عليها قوم آخرون، أعانهم عليها الإعلام العالمي والمجتمع الدولي ومجلس الأمن والروسي والأمريكي، كلهم سواء. اليوم الثورة أو هذه الاحتجاجات، ليس في إيران حتى الآن ثورة ولا أستطيع أن أقول ثورة، هذه الاحتجاجات هي احتجاجات ذات طبيعة مطلبية. الآن سواء نجحت أو لم تنجح، هل ستصل الرسالة إلى هؤلاء الذين يعبثون بحقوق الشعب الإيراني، بأموال الشعب الإيراني؟ هل سيتعظون؟ هل ستوقف؟ أنا استمعت، قولوا والله اتصل روحاني بالسيد أردوغان وبقول له يومين وخلصت. ذكرت كلام بشار الأسد لما قال خلصت، وبثينة شعبان لما قالت خلصت، كل الناس 3 أسابيع اليوم. احنا في اليوم الثامن. بحكي على سوريا. طيب كل الناس 3 أسابيع، وذهبت 8 سنوات 7 سنوات. الآن هذول بقولوا خلصت،
أنا لست متكهنا وما عندي أجهزة رصد واستخبارات أقول لك إيش بده يصير. هذه نار، النار تولع من مستصغر الشرار، الحكمة تطفئ الحريق، الحكمة. أما النفخ يزيد الحريق اشتعالا. طيب أنت كسوري في المظاهرات بعدما تطورت رفعت الشعارات مطالبة النظام الإيراني بالإنفاق على الداخل ليس على الخارج، خصوصا في تدخلاته الخارجية ومنها تدخلاته في سوريا. أنت كسوري كيف تلقيت الأخبار هذه المظاهرات، وهل تراها أنها ستخدم الوضع في سوريا مستقبلا؟ دعني أنا أقول لك كم أنفقت إيران في سوريا. سؤال، أنا أذكر أنه متابعين الرقم من 3 سنوات أو 4 سنوات وصل لرقم 38 مليار. الآن في عنا 3 سنوات الأخيرة ما ندري كم وصل للرقم، 60-70 مليار، لا أحد يدري. هذه المغامرة، مغامرة هذه ومغامرة غير محسوبة ومغامرة محكومة على كف عفريت. يعني هذه المغامرة على الكف الروسي، لأن الروسي بيعمل بيده هيك، بمحي بشار الأسد وبمحي إيران. ورغم ذلك هم حزب الله، امبارح كان حسن نصر الله بيتكلم، هذه الميليشيا، هذه الميليشيات المجندة عندهم 100,000، أكثر من 100,000 جندي على هامش قاسم سليماني والحرس الثوري اللي بسموه، عندهم 100,000 من أفغانستان وباكستان وأوزبكستان وما بعرف فين، مجمعينهم جنود ينفقون عليهم. إيران تنفق عليهم؟ هم ميليشيات تابعة تبعية رسمية لإيران. هذا كله يكلف من لقمة الفقير. حتى لو كانت إيران دولة غنية، حتى لو ما كان في فقر في إيران، الإيراني بيقول لك أنا من حق التنمية، من حقي أن يكون البترول سلعة يعني محدودة. اليوم في بترول، بكرة ما في بترول. إيران تعتمد على البترول بشكل أساسي. الإنفاق على التسليح، قد أنا الآن لا أريد أن أناقش الإنفاق على التسليح، لكن الإنفاق على هذه الميليشيات، على مشروعات القتل، على مشروعات، اسمح لي أقول لك كلام. الآن إيران مثل إنسان بده يسبح في حوض وبروح بوسخه بدنسه. إيران محيطها شاءت أم أبت، المحيط الذي تسمح فيه هي هذه الدول العربية والإسلامية. الآن خذ الجو العام، الجو العام من الموقف الإيراني. نحن عشنا الحرب العراقية الإيرانية الأولى بين إيران وبين الدولة العراقية، وكان على رأس الدولة العراقية صدام حسين. كان هي اسمها الجمهورية الإسلامية، صدام حسين يقود دولة العراق اللي تحت عنوان البعث، والبعث العربي وإلى آخره. كانت الناس تتفهم الموقف الإيراني أكثر 100 مرة مما تتفهمه الآن. الآن عندما يخرج أحد الذين يريدون أن يعطوا حسن سلوك لإيران باسم المقاومة الممنعة، يسقط هذا الذي يريد أن يحسن صورة إيران. هو الذي هو يظن حاله أنه هو رافع، فإذا هو ساقط يسقط. إيران الآن خسرت المحيط الذي يمكن، طيب، أن يتعاطف معها، الذي يمكن أن يتفهمها، ودفعت على ذلك مالا. السؤال مطروح الآن، مطروح بإلحاح، هل هذه المظاهرات التي نددت بإنفاق إيران أموال طائلة في الخارج وإهمال الداخل، هذه من بين الشعارات التي رفعت في المظاهرات، هل ستدفع السلطة في إيران إلى إعادة النظر في سياستها الإنفاقية على الأقل، أن تحد أو تتراجع إلى حد ما عن إنفاقها في تدخلاتها في الخارج بما فيه سوريا والعراق؟ يعني دعني أقول لا أحب الكهانة، يعني لا أستطيع أن أتكهن. توقعاتك يعني؟ التوقع المعطى من التصريحات حتى الآن أنهم لجأوا إلى عرض العضلات وإخراج مظاهرات في مقابل مظاهرات، نفس الطريقة الأسدية السابقة. أنا أقول سواء نجحت هذه الاحتجاجات في هذه الأيام أو استطاعوا أن يكبتوها كما كبتوا احتجاجات 2009 اللي كانت مطالبة بالديمقراطية الحقيقية، هذا أمر سيظل يتفاعل. إذا لم ينجحوا في هذه الجولة سيظل يتفاعل إلى الجولة الثانية والثالثة حتى يعصفوا بهذا الكيان. الذي أريد أن أكمله، في كل مكان
تسود نفس الظروف، حاكم، أسرة، مجموعة تتصرف بالثروة، بالقرار، بالسلطة، تقول للناس قوموا بأمري واقعدوا بأمري. هذا اللي عم سموه ربيع قادم. الشعوب تصبر وتصبر وتصبر، لا أحد يدري متى. ما في شعب، ما في، بعض الناس بيقولوا الشعب الفلاني وشعب، كل الشعوب، لكن أحيانا الظروف المساعدة على الصبر، أحيانا يعني طبيعة المرحلة اللي بعيشها الشعب تجعله يطول أمد صبره. هذا الدرس يجب أن يكون درسا للجميع، يجب أن نسير مع سيرورة التاريخ، لا أن تسير دولنا وحكوماتنا وما يسمونهم قادتنا أن يسيروا عكس مسيرة التاريخ. مسيرة التاريخ تقتضي أن السلطة تلملم أوراقها، تحدد، تحد من نفوذها، تكون يعني علامات إرشادية للحركة المجتمعية، ولا تكون عامل من عوامل طيب الكبت والسيطرة. كيف حتى الآن يعني رصدت التصريحات الخارجية بما فيها التصريحات ترامب أو تغريدة ترامب بخصوص الوضع في إيران، والدعوة إلى عقد اليوم الحديث عن عقد جلسة أو اجتماع طارئ في مجلس الأمن لمناقشة الوضع في إيران والاحتجاجات؟ أنا إذا قست الموقف الأمريكي من الاحتجاجات الإيرانية على الموقف مما جرى في سوريا، متشائم من موقف ترامب، وأعتبر ترامب بهذا الموقف يقف إلى جانب حكومة الملالي والولي الفقيه وليس إلى جانب الشعب الإيراني. لا نأخذ الأمر بالظاهر، هؤلاء تعلموا في دروس التقية أن الأمور لها ظاهر وباطن، ويبدو علموه للأمريكيين أيضا. الآن هذا موقف ظاهري، يعني تصريحات ترامب تخدم تخدم الولي الفقيه، وهم في حلف حقيقي مع الولي الفقيه وليسوا في حلف مع الشعب الإيراني. الولايات المتحدة الأمريكية ليس لها مصلحة مع أي شعب من شعوب المنطقة بما فيها الدول الخليج، إلا مع المجموعة الصهيونية في فلسطين، ليس لها مصلحة. مصلحتها أن تضع على رؤوس هذه الشعوب حكام مستبدين فاسدين من الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون. هذه هي المصلحة في إيران، في باكستان، في أفغانستان، في سوريا، في العراق، في مصر، في ليبيا، في السودان. لكن من يقول لي غير ذلك. الولايات المتحدة الأمريكية تنتقد بشدة تعامل السلطات في إيران مع المحتجين، وأيضا تعد بدعم المتظاهرين. لسنا نعرف حتى الآن كيف يتم دعمهم، و أيضا دعت إلى عقد جلسة طارئة في مجلس الأمن. إذا سنظل نتعامل مع هذه السياسات على ظاهرها، سنظل خارج الملعب السياسي. نحن كثير من الشعوب ومن القادة ومن قادات المجتمع المدني وهنا في الغرب يحسبون الثورة السورية على الولايات المتحدة، وظاهر وحقيقة الأمر وليس ظاهره، ظاهره وباطنه أن الولايات المتحدة أثرت سلبا في الثورة السورية أكثر مما فعلت روسيا. هي روسيا التي تدخلت، هي التي منعت السوريين ابتداء، منعت السلاح عن السوريين، السلاح الفعال، ومنعت، لم ترحم ولم تسمح لدول المنطقة أن ترحم، أن تساعد، أن تعين. ثم الآن هي تحتل ثلث الأرض السورية وتحاول أن تفرض نفوذها. لكن أستاذ زوايا، وقالوا يعني نحن أنت تقول لا يمكن أن نحكم على ظاهر التصريحات أو الأعمال. هناك دعوة إلى اجتماع مجلس، دعوة طارئة لاجتماع مجلس الأمن، وهناك معاضة قوية وشديدة من قبل روسيا. أليس مجلس الأمن مسرح؟ ألم نعلم أن مجلس الأمن مسرح؟ 11 فيتو روسي في شأن سوريا، تبعه فيتو أمريكي بشأن فلسطين. نحن أمام مسرح، مسرح يتداول فيه الفاعلون الأدوار وينسقون فيما بينهم. يعني هذا ما احنا مضطرين احيانا نشهد المسرحية. طيب كيف تفسر انا الاعلام، بعض الاعلام العربي يؤيد، يعني واضح جدا انهم ايد بقوة الاحتجاجات ويصفها بالربيع العربي والثورة ايضا. يعني انا اقول انا مؤيد الاحتجاجات، أنا مؤيد كل الشعوب عندما تتحرك أؤيدها، ولكن أقول يعني إحنا
القرار السياسي في المنطقة يتعامل مع اللحظة، قرارات لحظية وليست قرارات استراتيجية. أيوة. فهم الآن أمام مشهد من هو ناقم على إيران، من له معركة صغيرة مع إيران، الآن بيشوفها أنه فرصة لفشل الخلو. الأصل أننا ننطلق من استراتيجية، الشعوب يجب أن تتحرك، الشعب الإيراني الآن كم نرى، كم نجد أخي توفيق شعوب شعب من الشعب الإيراني هذول اللي بلطموا هذه، هل هذا ينتمي إلى القرن الحادي والعشرين؟ ناس قاعدة تلطم نفسها يعني كمظهر حضاري. أنا أكلم في الشعب الإيراني في مثقفين، في متعلمين، في واعين، مع كل ومع ذلك على إيش عقلا؟ هذا لو كان سيدنا الحسين قتل الساعة ليس منا من لطم الخدود وشق الجيوب، هذا ديننا منين جاب هذا اللطم وجعلوا دين وجعلوا شريعة. إذن أنا أتكلم نحن مع مصلحة الشعوب، سواء كانت إيران هذه، هذا النظام الآن الذي يحكم، النظام الفئوي. الآن الناس الآن بتناقش في مثلا هوية الدولة، هم يدخلون في هوية الدولة المذهبية، المادة 12 من الدستور تقول المذهب 12 هو المذهب. فإحنا أمام مشهد كما قلت يعاكس حركة التاريخ، لكن النظام في إيران يقول بأن هناك تدخل خارجي، يعني الأطراف اللي تقوم المظاهرات داخل إيران هي مدفوعة من أطراف خارجية، قالها وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية. قد قالها قوم من قبلهم، المبارك والقذافي وبشار الأسد وابن علي والكل عندهم أنه هذا جاء من الخارج. هذا شعب يشعر بالظلم، يشعر بالهضم، يشعر بالدنيا. هنا في البداية قالوا إحنا مع المطالب، طيب مع المطالب اسمحوا للناس يعبروا عن مطالبهم بحرية ثم حققوا هذه المطالب. أما أن تذهب للمكاثرة وبتجي بعدها بتطالع لك عدم مؤاخذة مليون دولار وبتعطي لكل واحد 10 دولارات مشان يطلع يهتف بمظاهرة أو تكره الناس على ذلك، هذا شيء معيب بحق دول ولا سيما وهي تفعل. أنا أقول أكبر جناية جنتها إيران على المشروع الإسلامي أنها شوهت مفهوم الجمهورية الإسلامية والحكومة الإسلامية والمشروع الإسلامي، ولم يكن تشويهها في الصورة التي قدمتها أقل من تشويه ما يسمى الفصائل المتطرفة الدواعش وغيرهم. ماذا تتوقع في الأيام القادمة بالنسبة للاحتجاج في إيران؟ دعني أقول يعني التوقعات الحالمة تتمنى، يعني ما تتأمله، ما أمله نعم، أن يستمر هذا الاحتجاج حتى يستطيع الشعب الإيراني أن يحقق لنفسه ما يصبو إليه هو من عدل ومن حرية ومن كرامة. وأريد أن أرى الشعب الإيراني شعبا حرا كريما سيدا في بلاده. نحن هذا التمني، أنا لا أسألك عن ما تتمنى، أنا أعرف بأنك عندك موقف من إيران لأنك معارض سوري، لكن من خلال إذا يعني كنت نزعت الذاتية وكنت محايدا، ماذا تتوقع من معطيات الموجودة أو المتغيرات الموجودة على الأرض؟ ماذا سيحدث في إيران؟ يعني قلت أنا لا أحب التكهن. الموقف في إيران صعب، القوى المعادية للشعب الإيراني كثيرة، المتحالفة مع الولي الفقيه حتى يكون واضح، الولايات المتحدة مع الولي الفقيه وروسيا مع الولي الفقيه وكثير من دول الجوار اللي بتلعلع ضد الولي الفقيه مع الولي الفقيه. هذا كلام خطير يعني. إيه لا مو خطير، هذا حقيقة، عداوة ظاهرة للعيان. كيف هذه الدول مع الولي الفقيه؟ هذه حقائق السياسة. حتى المحطات الفضائية اللي أحيانا تشوفها هي مع الولي الفقيه. دول الخليج التي تعارض أو في خلاف شديد، أنا لا أريد أن أسمي باسم، قطع العلاقات مع الولي الفقيه، مع دولة ولي الفقيه أو إيران، قول بأنها مع الولي الفقيه. يا سيدي يعني لا يقنع أحد. علمنا الزمان، خذ الثورة السورية، وكثير من الذين كانوا مع الثورة السورية كانوا بتعشوا مع بشار الأسد. احنا في عالم أنا يدعوني الآن للدخول إلى ملف سوريا هذا الكلام. هذا يعني في كلامك فيه إشارة إلى أن هناك أطراف
كانت تعلن موقفها من بشار الأسد بأنها ضد بشار الأسد، وهي تعمل معه في الخفاء ولها علاقات معه في الخفاء، هل هذا صحيح؟ مو أطراف، كثير دول، تكلم على دول 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 في دول الخليج، دول على مستوى العالم ودول إقليمية. هلا خليج ولا رأس، يعني هذا الأمر كان واقعا والآن أصبح مثبتا، وكل التقارير الجوانية الآن التي تنبش، نحن قد لا يكون لنا مصلحة أن نجاهر بهذه الأمور، في هذه المصلحة الشعب السوري في أزمة، ولكن حقيقة الأمر أنه كان الوضع كذلك. طيب. هؤلاء يلعبون معك في هذه الساحة ويلعبون مع عدوك في الساحة. خلينا ننتقل إلى الملف السوري و السيناريوهات المحتملة للقضية السورية عام 2018. أستاذ زهير، أنت قلت الآن بأن كانت هناك دول لها علاقة أو لها تربطها علاقة مع النظام تحت الطاولة وتظهر موقف مغاير تماما أنها ضد النظام. أنا هذه النقطة هذه حتى الآن لم أستوعبها، بما فيها الدول الإقليمية. يعني هذه الارتباطات وهذا الاستسلام الكامل للإرادة الأمريكية المرتبطة أصلا بالنظام السوري، يعني كلمات مختصرة، أوباما إيش موقفه في سوريا؟ لا، خضوع للولايات المتحدة الأمريكية، لا اسمح لي، والإرادة الأمريكية شيء، وعلاقة بالنظام شيء آخر. لما بكون الإرادة الإدارة الأمريكية متمسكة بالنظام السوري، متمسكة بنظام بشار الأسد، ما بدي أقول بشخص بشار الأسد، ومن أول كلمة لآخر كلمة أوباما وإدارته يقولون شراكة. شراكة مع مين؟ شراكة بين الشعب الثائر وبين الذين اغتصبوا النساء وسرقوا وقتلوا ودمروا. هذا موقف الولايات المتحدة الأمريكية، هذا موقف الولايات المتحدة الأمريكية من الملف وكل السوري، الذين اشتقوا موقفهم من موقف الولايات المتحدة كانوا على إلى حد ما غريب. يصفه الكثير أنه موقف غريب، يعني فيه علامات استفهام كثيرة، يعني الموقف المعلن والموقف على الممارسات يعني ليسوا سواء. لكن سيدي، هل تعلم أنه بعض صواريخ مضادة للطائرات في سوريا وكل الدول الإقليمية بتملكها كانت بتغير مسيرة المعركة في سوريا، هذا ما قيل، لكن وبتحول سوريا. أنا لو قد العودة أو الرجوع للوراء، لا أنت عم تسألني بتقولي وين البربران، شيء آخر، كل هالدول ما حسنت، موضوع آخر. أنا لا أريد أن أدخل في موضوع نقاش ربما قد نختلف كثير فيه، وهو أن موجود يقول أنت تقول لي برهن على أنهم جزء لا على أنهم جزء من المعادلة. عندما تقول الدولية الدول اللي هي دول معارضة مطالبة برحيل بشار الأسد وتمسكت لسنوات بهذا الموقف، تقول بأن كان لديها موقف علاقات تحت الطاولة مع النظام. يا سيدي، كان الموقف استيعاب موجة المد الشعبي الذي أصبح لا يمكن لأحد أن يتصدى له مباشرة، وإدخال الشعب السوري في دوامة لينتهوا به الآن إلى سوتشي فقط. طيب، سوتشي هو ملف أيضا مطروح على الطاولة بقوة، يعني حتى منذ 2016 إلى غاية بداية 2017، الفصائل المعارضة السياسية منها والموجودة على الأرض المسلحة اتفقت على عدم الذهاب إلى سوريا، ما عدا ربما القليل الذي ما زال متردد. الموقف هذا ماذا يعني أستاذ زهير، وهل ستوفق المعارضة ربما إلى حد ما لإفشال مؤتمر سوتشي المرتقب في منتصف الشهر الحالي أو بعد السعودية، حتى تحديد الأجل توقيته أو موعده حتى الآن لم يتم؟ الآن دعنا ندخل في السيناريوهات المحتملة اللي هو عنوان الحلقة، ومنها نمر على سوتشي. يعني نحن الآن في مطلع 2018، مر علينا سنة وشهر تقريبا على تسليم حلب للروس وبالتالي للإيرانيين والأسديين. أنا أقول تسليم حلب
ولا أقول سقوط حلب من المعارضة من جهات متعددة، جهات إقليمية وجهات فصائلية، تم تسليم، والآن نحن نعيش تداعيات تسليم حلب. من تداعيات تسليم حلب كان أستانا، وصلنا من أستانا واحد لأستانا 8، وكان في أستانا على أساس جدول عمل أنه إخراج إطلاق سراح المعتقلين. نحن هنا الآن وعملية الاغتصاب تتم في سجون بشار الأسد، وخلي اللي بروحوا على أستانا يمسحوا على شواربهم. الاغتصاب، أنا ما بتكلم عن شيء تاني، هم قاطعوا الآن، ما بتكلم عن قتل، ما بتكلم عن تجويع، ما بتكلم عن تقرير القيصر، ما حتى هذه اللحظة. وخلي فرسان أستانا يمسحوا على شواربهم. هم الآن أنت تجيبني عن سؤال، أنا بجاوبك على سؤالك، أنت ما بتسمح لي أتكلم. جماعة أستانا ما راحوا الآن، أنا ما تكلمت على سوتشي أنا الآن بتكلم عن أستانا فقط، ما وصلنا على سوتشي لسه. إحنا في أستانا 8 وخرجنا ودخلنا وأعطينا الشرعية للقاتل المبير بوتين، المجرم المحتل بوتين، واعتبرناه وسيط، واعتبرناه ضامن، واعتبرناه صاحب رسالة سلام، واعتبرناه صاحب حل سياسي. هذا كله قبض بوتين قبل أن يدخل إلى أستانا، ولم نتمكن من إخراج النساء من السجن، ولا حتى أخذنا من هذا القاتل المجرم المبير إدانة لعمليات الاغتصاب، بل هدم نتيجة أستانا، هدمنا هي الهيئة الدولية، الآلية الدولية المشكلينة للتحقيق في قضية الكيماوي، شطبها بوتين، ما بده حدا يحقق مع بشار الأسد، وهم معه يعطونه الشرعية. توقفت الآن؟ هل توقفت؟ طبعا توقفت، استخدم ضد الفيتو في صحيح، كان مرتقب انها تمدد. لا ما مدد، استخدم لا الفيتو، استخدم الفيتو وقفها. يعني لم يعد هناك تحقيق، لم يعد هناك استخدام الكيماوي في سوريا، تحقيق دولي لم يعد. نتيجة أستانا هذا تفتق عقل المجرم بوتين عن سوتشي اللي سماه في البداية مؤتمر الشعوب السورية، ودعا إليه في حميمين وليس في سوتشي في روسيا، ثم تطورت الفكرة فقرر أن يذهب أو أن يأخذ أو أن يشحن هؤلاء إلى سوتشي كما يشحن بشار الأسد إلى موسكو وإلى حميمين. فبالتالي الآن الموقف العام، ولا أستطيع أن، الموقف العام للسوريين جميعا رفض سوتشي ورفض الذين سيذهبون إلى سوتشي. الآن سوتشي عمره هذا مؤتمر الشعوب حوالي 3 أشهر وليس سنة، ولكن هو مجابه برفض شديد على الساحة السورية. لا أحد يتكهن بأنه يمكن أن ينجح، ولم يعد ورقة قوية. بعض الناس يتكهن بأن يؤجل، بعض الناس يتكهن بأن يعاد صياغته. هل هناك إجماع من المعارضة السورية على رفض مؤتمر سوتشي؟ يعني كلمة إجماع، كلمة إجماع أنا في الأيام، هلا إحنا، اسمح لي في موضوع ديني فقهي، لا اسمح لي كلمة بس. ماذا يقولون؟ الإجماع عزيز. إيش معنى عزيز؟ صعب، يعني نادر الحدوث. فأنت أمام قضية سياسية، أنت تسول والناس فيهم أصحاب المآرب والمتطلعين، واللي عم دور على مصلحته، واللي بده صورة في التلفزيون، هذول كلهم ما تحسن تحكم عليهم. مؤتمر المتردية والنطيحة كلها بدها تروح. اسمح لي، جماعة الرياض أو مؤتمر الرياض، معارضة الرياض، هل حتى الآن اتفقوا على موقف معين من مؤتمر سوتشي؟ يعني أنا قيل أنهم مترددين. اسمح لي هنا في تفصيل، أنا لا أستخدم عبارة معارضة الرياض، الائتلاف، الهيئة العامة للإدارة. لا، هم اجتمعوا في الرياض، أصبحوا يسموا هذا الاسم هو مجازا فقط. اسمح لي، أنت عبسني يعطيني أن يفيد المشاهدين. الهيئة العامة للإئتلاف في بيان صريح واضح رفضت سوتشي. الآن الجماعة الذين اجتمعوا في الرياض هم كانوا من مدخلات الرياض الأساسية، هم المدخل الهيئة التفاوض العليا. الآن الهيئة التفاوض العليا
ما أنا ما عرفت لها حتى الآن موقف حاسم، ولكن واضح أن مدخلاتها هي تقدم رجلا وتؤخر ربما مترددة. عم تدرس المشهد مترددة. ما بس بحسن بقول مترددة، أحيانا السياسي يضطر أن ينتظر لحظة محددة. لا أريد أن ألزمهم قولا لم يقولوه. في فصائل أخرى تركبت في الرياض في هيئة التفاوض العليا، معروف موقفها مسبق، هي صاحبة سوتشي في الأصل، يعني هذا هو جملة الموقف الذي نتحدث عنه. نعم. طيب هذا فيما يخص مؤتمر سوتشي. هناك تطورات أيضا على الأرض الأستاذ زهير، هناك تقدم لقوات النظام في منطقة شرق حماة وأيضا في ريف إدلب، هذا أخبار اليوم فقط واردة في وسائل الإعلام حتى منها السورية وحتى منها المعارضة. وفي نفس الوقت هناك أخبار أيضا عن إسقاط بعض الطائرات وأيضا هجوم منذ حوالي أسبوع على قاعدة حميميم، وكذلك اليوم أو أمس قصف لجبل قسيون معقل النظام. يعني هذه التطورات كلها، يعني النظام يتقدم وإسقاط حتى طائرة يقال بصاروخ حرامي ربما هو يعني متطور إلى حد ما، ماذا يحدث يعني؟ اسمح لي الآن، إحنا ب 2018 سأجيبك مباشرة وأعطيك رؤيتي ل 2018. طيب في هذا الموضوع هذا في هذا الموضوع بالذات، الآن اللي تفضلت فيه إنه النظام يتقدم في بعض مناطق ريف حماة وإدلب، ريف إدلب أيوة، النظام يتلقى اللطمات في وسط دمشق وعنده عدد كبير لا يستهان فيه من القتلى، والثوار في حرستا وما حول حرستا يكبدونه دروسا، والانتصار في غوط دمشق له معاني كثيرة، المحاصرة المناطق المحاصرة المضيق عليها مع التفوق العددي للنظام وكون عنده غرفة عمليات وكون عنده داعمين دوليين، يواجهه سوريون بإرادتهم بصدورهم شبه العارية ويهزمونه ويوقعون به الخسائر. هذا المشهد يجب أن يبقى متوازنا في أذهاننا. الآن الجديد اللي دخل على الخط أخي توفيق، قبل أن أصل إلى النتيجة التي سأعتبرها السمة العامة المأمولة من كلامك مقدمتك، يظهر أنك لا تريد أن تعتقد بأن النظام يتوسع في الكثير من المناطق في سوريا ويعيد استعادة الكثير من المناطق. أنا بالنسبة لي من سنوات وأنا لا أقيم وزنا لكل المناطق، هي مفهوم الأرض المحررة، لكن الآن في واقع أنت تذكر لي أنه تقدم النظام في هذه المناطق. أنا أقول لك الخبر المكمل حتى يكون عندنا كفتين ميزين فقط، ولكن أنا الآن اللي بدي أقوله عن 2018 هو الذي يكمل. لكن الحدثين البارزين اللي وقع من أسبوع حتى الآن، أول شيء التفجير الذي حصل أو القصف الذي حصل على حميمين، عقر دار بوتين. بوتين من 31/12 تحدث ثم سحب الحديث، يعني أنا سمعت تصريحه أنه يقول بأن هناك مؤامرة وضربونا في حميميم، ثم وجدت أنه هو التصريح هذا أبحث عنه بوسائلي المحدودة ما هو اختفى. أول أمس جاءت الأخبار طبعا من وسائل إعلام موثوقة أنه القصف الذي حصل على حميمين 7 طائرات روسية، ناس بقولوا لا 5، ناس حتى لو بدي أقول عصفور، خرجت وزارة الدفاع الروسية لتعترف أولا بالقصف وتعترف ثانيا بمجندين روس قتلوا في هذا القصف. الآن السؤال المهم أخي توفيق، من الذي قصف؟ كيف قصف؟ بأي وسيلة قصف؟ إحنا في حال انعدام الشفافية، لا أحد يعطينا معلومات، إحنا لا نهلا، الأمريكي بيعرف، ليس هناك أطراف تبنت الهجوم مثلا، ولا أحد تبنى الهجوم، إحنا كمتابعين وسياسيين لا نملك أدوات. نسبة بعض مصادر النظام إلى جماعات إرهابية هكذا قالت. لا الروسي ما قال إرهابي، لا الجماعة أنا عم بحكي عن التقرير الروسي، وزارة الدفاع نعم. الروسية قالت عناصر مسلحة، ما قالت إرهابية. وبوتين عندما حمل المسؤولية رمى على الولايات المتحدة الأمريكية في هذا الحادث.
الآن هذا سؤال كبير، هذه الضربة الموجعة تساوي كل ما تسألني عنه في ريف إدلب وريف حماة وريف حلب و تساوي. أنت ما هي قراءتك يعني؟ استهدف قاعدة التميمين سأكمل. ثم جاءنا بالأمس ما حصل في قاسيون، ضربة أخرى، النظام بقول تفجر لحاله. لا، قالوا طائرات بدون طيار ثم إسقاطها، قالوا صواريخ. هن أول تقريرهم تفجر لحاله مستودع ذخيرة. الآن ما أحد يدري كيف تم التفجير، أيضا ما هو حجم الخسائر. الناس رأت من بعد جبل قاسيون كأنه علم، يعني جبل في رأسه ناره ما بتخبى، فالناس كلها. الآن التطور الأخطر في المشهد السوري، لا سوتشي ولا أستانا ولا جنيف ولا، هو ظهور هذه القوى اللي حتى الآن تحت إشارة الاستفهام. إشارة الاستفهام، من هي هذه القوى؟ هذه القوى الواعدة. أنت تكلموا كأن سوبرمان موجود. أي إذا أنا ما عم بتكلم عن سوبرمان، عندي دليلين. اسمح لي، عندي دليلين ماديين حسيين ناطقين، إنه وقع حادثان مؤثران مهمان في عقر دار بشار الأسد وعقر دار بوتين. من هو وراءهم؟ أنا أحيي أنه ما أعلن عن نفسه. الآن تتمت السيناريو اللي بتسألني عنه، الدرس. لا، حتى في ناس، لأنه في ناس خرجوا، أنا أتابع، في ناس خرجوا يتبرعوا ويبيعوا هذا الفعل للإيرانيين، وأنه هي قوى إيرانية وعم تضرب قوى روسية. يعني هذا، هدول ناس موظفين لتشويه الثورة السورية. أنا ما بعطي هوية، ما بعرف، يعني خلاف بين روسيا وبين هكذا تبرعوا، يعني في ناس وهذا شوف، أنا أقول للسادة المشاهدين، مصدر مطلع ومصدر موثوق ومصدر لم يعرب عن اسمه وتقرير استخباراتي خاص ومن مصادرنا الخاصة، هذا كله مطية الكذب. متى سمعتم إنسان يعطيكم معلومات، والله أنا عندي تقرير استخباري حصلت عليه بطريقتي الخاصة، اعلموا أنه مسيلمة. يعني وكأنك يعني ترى بأن هناك تطور مهم جدا يحصل في سوريا على الأرض ممكن يقلب الموضوع، وهذا الذي يجب أن يحصل. يعني أنا ذهبت، أنا الذي أريد، أنا قرأت بعض التحليل. لا تقطع طيب. الطريق، لأنه هذه مهمة. لا، أريد تصل رسالتي. سواء كان هؤلاء الذين نفذوا حميمين من الذين يرضوننا أو لا يرضوننا، يعني من أصدقاء الشعب السوري أو من أطراف أخرى، يعطوننا درسا أن الوصول إلى حميمين ممكن. يا أهل الهمة، يا أهل الغيرة، طيب، يا من تتألمون على أعراضكم المنتهكة، طيب، الوصول إلى حميمين ممكن، وهناك 50 طريقة لتصلوا إليها، والضربة في حميمين تساوي 70 ضربة في مناطق أخرى. أستاذ زهير، إحنا لسنا في محل دعاية هنا. ما هو دعاية، محل تحليل. أنت في رأيك الآن في هذا الموضوع بالذات، هناك من يقول ربما بعض التحاليل تقول بأن الولايات المتحدة الأمريكية في خلافها، هي في خلاف مع روسيا، تعرف الخلاف اللي ظهر حول من هزم داعش، وكل واحد يتبنى الموقف أنه هو البطل وهو الذي هزم داعش في سوريا، وأيضا حول التواجد الأرض في سوريا. هناك من يقول أن ربما الولايات المتحدة الأمريكية بدأت في تسليح بعض الجهات داخل المعارضة، يعني وربما تكون ألزمتهم بالتكتم. جميل، على ذلك، وعدم تبني أي عمليات نوعية مثل هذا النوع. يعني كما يقول، هل يمكن ذلك أن يكون؟ مهما يكون الفاعل، أنا قلت مهما يكون الفاعل، لأن ما حدث يتطلب أسلحة نوعية. الله، إحنا خلينا نتذكر شوي، نرجع طيب. بالذاكرة في 2015 عندما جاء الروس بشهر 9/10/11 جابونا S-400، وصار الناس يهولوا علينا ويقولونا مع الألفين، مع الاس 400 ذبابة على البحر الأبيض المتوسط، لم تعد تطير، لم تعودوا تستطيعون أن تفعلوا شيئا، السماء السورية كلها محروسة بالأسلحة الروسية، وا 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 والتهويل. الآن الشاهد الجديد أنه هذا الدرع الروسي الضخم اخترقه مخترق اسمه سين،
إذا استطاع سين أن يفعل ذلك يمكن لصاد وعين وغين أن يفكر فيه. أنا هذه رسالتي، أننا يمكن أن نفكر باختراق قواعد المحتلين. طيب أن يلقن إذا كان بوتين بالفعل خسر 3 طيارات مو 7 طيارات، فهي من عدد الطائرات اللي عم تتساقط. أنت بتقول لي أنه تراجعوا هنا من أيام، ودائما لما تسقط طياراتهم شلون تسقط طياراتهم أخي توفيق؟ هذا هو السؤال. أنا لا لا خلل فني. هلا هن كل ما بطلعوا لنا بيان بقولوا خلل فني، خلل فني صحيح. هن دائما طياراتهم تسقط إما بنيران صديقة أو بخلل فني. إحنا الثوار هؤلاء عندهم لا يستطيعون أن يفعلوا شيئا. المشهد الآن المتغير في سوريا أن السوريون، أن السوريين الذين تلقوا هذا الدرس القاسي من أصدقائهم، ممن سمى أنفسه أصدقاء الشعب السوري، من حلفائهم، من سيبحثون عن منفذ آخر لتكون لهم قوة جديدة مغلفة ليست على مذهب لا أهل التدعش ولا أهل التمعش، وإنما ليكون لهم مشروع وطني لمقاومة المحتل، مشروع مجدي مؤثر يضرب العدو، يضرب العدو حيث يكون مؤلما لهذا العدو الذي ينال من الشعب السوري ويهتك أعراضه ويدوس كرامته. طيب أنت تتكلم عن المعارضة وكأنها موجودة وقوية، لكن نتكلم عن الجهات المسلحة. يعني البعض يقول بأنها في حالة ضعف يعني مترهل، وأيضا أنها ما زالت تدين بالولاء لأطراف خارجية التي تتحكم في الكثير منها ولا تقوى حتى على التوحد فيما بينها، وبالتالي هي منحصرة في مناطق محددة تقاتل معزولة عن بعضها بعض، والنظام يعني له حلفاء معه مجتمعين معه يخوضون معك يتوسعون ويسيطرون على مناطق منطقة تلو الأخرى. هذا هو الواقع في الأرض. لماذا لا تقبل هذه الحقيقة الأستاذ زهير؟ لا ما اسمح لي، أنت أحيانا يعني تلبسني ثوب لم ألبسه. أنا عندما أتكلم عن المعارضة، في يوم من الأيام في كتاب كان عنوانه الحلم الأمريكي يتحدث كيف استطاع الشعب الأمريكي أن يخوض حرب التحرير ضد المحتل البريطاني اللي كانوا يعتبروهم أنهم محتلين. القصد في هذا الكتاب بيتحدث في الفصول الأولى عن مجموعة رجال بسميهم رجال اللحظة. أنا الآن عندما أتكلم عن المعارضة السورية هذه التي أنتظر منها، لا بتكلم عن ائتلاف ولا بتكلم عن أحزاب ولا عن جماعات ولا عن فصائل، بتكلم عن 20 أو 50 أو 100 رجل سوري يجتمعون كعنقود عنب بحباتهم منفردين يقررون أن يكونوا رجال اللحظة، يتحملون مسؤولية اللحظة. اللي اخترقوا، اللي بيحسنوا باخترقوا حميميم 5 رجال 7 رجال بحطوا خطة بسيطة، وسائل الاختراق كبير، ما بس حميميم، أنا بقصد في البوارج اللي على البحر، البوارج الروسية صار عندهم بعد الاتفاقية قالوا نحطوا 11 بارجة في الشاطئ السوري، مواقع السيطرة والقيادة لبشار الأسد كما حصل في قاسيون. إذا أنا لا أتكلم أخي عن دمى محنطة سموها علينا معارضة، أنا بتكلم عن روح ثورية في قلوب الكثير من شباب سوريا، من رجال سوريا سوف تجد تعبيرا عن نفسها في العام 2018. سوف يتغير الحال وينتقل المشهد من حالة إلى حالة. طيب الولايات المتحدة الأمريكية منهمكة في إنشاء إدارة جديدة مع حليفها حزب الاتحاد الديمقراطي الكردي على ربع الأراضي السورية كما تقول بعض المصادر، في الوقت الذي تؤكد فيه من حين لآخر أنها ترفض بقاء بشار الأسد، إلى ماذا ترمي الولايات المتحدة الأمريكية بسلوكها وممارستها هذه؟ يعني اسمح لي أقول، وجود الولايات المتحدة في شمال شرق سوريا المستهدف منه تركيا أكثر منه سوريا، يعني هذه قاعدة النفوذ هي لخلق إسرائيل جديدة في شمال شرق سوريا لمضارة من؟ لمضارة تركيا على حساب السوريين. فإحنا أمام مشهد معقد، والأتراك
لهم يعني أقدر على الدفاع عن أنفسهم واختيار سياساتهم. أحيانا نحن عندما نراقب هذه السياسات نعلم أين أخطأوا وتراكمات الخطأ وأين أوصلتهم أخطائهم وإلى أين يمكن أن يستمروا فيها، ولكن هم أدرى بتقدير مصالحهم والحفاظ عليها. الوجود الأمريكي الآن في سوريا ليس همه لا مساعدة السوريين لا أكراد ولا أيضا مضادة الروس، لأنهم مسلمين كل الأوراق للروس. همه فقط الضغط على تركيا. هنا النقطة، النقطة اللي بترجعنا على إيران. المشروع التركي الديمقراطي المتحرر في صيغته المعروضة تقلق الأمريكان وتقلق غير الأمريكان، لأن هذا المشروع يوازي سيرورة حركة التاريخ. هم يريدون مشروعا إسلاميا تحت عنوان إسلامي مثل الجمهورية الإسلامية، يأخذنا عكس التاريخ، يأخذنا لللطم والبكاء والشوح والنوح، أو يأخذنا على طريق داعش إلى المجهول الذي لا نعرفه. هذا الذي يريده الأمريكان. أما طيب، المشروع التركي هذا فهو يقلقهم وهو الذي يعملون ليل نهار على إجهاضه. طيب، فيما يخص المؤتمر جنيف ماذا تتوقع بخصوص يعني ما زالت أيام على يعني هو جنيف بعد أيضا جنيف 8 وما تمخض عنه يعني نكاد المعارضة اليوم تعترف فقط بجنيف، تريد أن ترفض وتعلن رفضها لمؤتمر سوتشي. لا المعارضة ولا أيش يسموه ديمستورا بيده أوراق كثيرة الحقيقة. الآن المعارضة ستعتبر منتصرة إذا أسقطت سوتشي، ثم بعد ذلك جنيف. نحن حتى الآن لم نحصل، كما أننا في أستانا لم نحصل على شيء، لم نحصل على شيء من جنيف. هل لديكم أمل؟ هل هناك أمل في على ضوء على ضوء المتغيرات؟ هل هناك أمل؟ هناك أمل في إسقاط سوتشي؟ نعم. لا، سوتشي الأمل كبير أنها انتهت، أنها انتهت، وأن الروس أنفسهم الآن، لأنه أيضا ظهرت خلافات بين الضامنين الثلاثة حول سوتشي، حول وجود الأكراد فيها، أن الأتراك لن يقبل وجود الأتراك. الروس يصرون على أن يدخلونهم من أبواب خلفية، مش الأكراد، لا الأكراد مجتمع محترم جزء من الشعب السوري، لكن نحن عم نتكلم على قوات البيدي حتى يكون كلامي واضح. سوتشي يعني شبه انتهت، وحتى لو عقدت لن ينبني عليها شيء. المشكل في جنيف لو حصل تغيير على الأرض عكس الذي كنت تسألني عنه، يعني حصلت انتصارات نوعية، عمليات نوعية على الأرض كالتي جرت في حميمين وفي قاسيون، وربط ذلك بتغيير وزير الدفاع الآن بشار الأسد، وهذا التغيير له دلالة حتى على البعد الطائفي اللي في داخل سوريا، أن الطائفة تريد أن تمسك كل شيء. ولا يعني هلا إحنا وزير الدفاع، وزير الدفاع اللي المقبور هو ما مات وإنما عزلوا، يعني عزلوا لفساده بس محسوب على أهل السنة اسما، لكن هذا يعني جاء القائد الأعلى للجيش والقوات المسلحة اسمح لي أقول علوي، والآن جاء وزير الدفاع علوي ورئيس هيئة الأركان علوي، يعني تأبطوها من فوقها لتحتها. رغم ذلك أنا أقول التطورات على الأرض السورية هي التي ستعطي جنيف ورقه قوة، وفي هذه الحالة نريد الذي ينجح الذي يتحرك على الأرض السورية وليس الذي يجلس على كراسي جنيف. شكرا جزيلا لك الأستاذ زهير سالم مدير مركز الشرق العربي بلندن. أشكركم أيضا المشاهدين الأفاضل على المتابعة، وفي أمان الله، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله.